مساء الخير واهلا بحضراتكم على شاشه اكسترا نيوز، مواصلين معاكم تغطيتنا المستمره لكافه الاحداث والقضايا المهمه محليا وعالميا. وطبعا الحدث الابرز خلال الساعات الاخيره هو فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسه الولايات المتحده الامريكيه ليصبح الرئيس رقم 46 للولايات المتحده. بالمناسبه بايدن صاحب ال 77 عام هو الرئيس الاكبر سنا في تاريخ الولايات المتحده، وسبق له الترشح عن الحزب الديمقراطي اكثر من مره منها في انتخابات الرئاسة عام 1988 لأول مرة، ثم ترشح مرة أخرى في عام 2008، لكن في المرتين لم يحالفه الحظ. وفي يناير 2017 أعلن نيته خوض السباق الثالث عام 2020 ليصل إلى البيت الأبيض بعد حوالي 33 عام من المحاولات. على العموم في الفقرة دي هنتوقف بالقراءة والتحليل أمام تداعيات فوز بايدن بالرئاسة، سواء كان تداعيات ده داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، خصوصا مع وجود تشكيك ورفض من حملة الرئيس ترامب وبالتحديد من بوابة التصويت عبر البريد، أو كمان هنتكلم عن وجود الآن بايدن في البيت الأبيض، كيف يكون تعامله مع قضايا الشرق الأوسط، وطبعا اللي بيهمنا بالتأكيد هنا هو أيضا بشكل كبير العلاقات المصرية الأمريكية ومستقبلها في ظل كلام كتير طبعا عن هذه الجماعة الإرهابية التي دائما ما تستقوى أو تستقوي بالخارج، وكان ليهم تاريخ قريب مع الحزب الديمقراطي ومحاولة اختراق الرأي العام الأمريكي وقتها والآن وما زالوا طبعا بالتأكيد، ولكن يمكن في عز وجود باراك أوباما كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان هذه الجماعة الإرهابية ليها خلينا نقول إيه مراكز القوة هناك في الولايات المتحدة، وكعادتهم طبعا وتاريخهم الأسود في تنفيذ أجندات الخارج كمان ضد الدولة المصرية، ده كان دور أيضا مهم بيقوموا بيه. هنتكلم بتوسع في هذا الملف وغيره مع ضيفي دكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والإعلامي المعروف. أهلا يا أستاذ دكتور معتز، إزاي حضرتك؟ خير الحمد لله. الحمد لله. طيب قول لي أول حاجة، شايف إزاي فوز بايدن أو إعلان النهاردة فوزه بالرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهل ده أمر كان متوقع خلال الأيام الأخيرة؟ مؤكد كان متوقع أو يعني أكيد يعني، لكن ما قبل ذلك، ما قبل اليوم الأخير للانتخابات اللي هو 3 نوفمبر، كان متوقع ولا لا؟ هقول لحضرتك، أنا بقالي فترة شايف إنه أسهمه بتتراجع، يعني ما كانش أقدر أقول إنه هيفوز أو ما فوز، ما كانش لا أدعي العلمي يعني، إنما سوء إدارته لملف الكوفيد أو الكورونا خلى الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة رقم واحد في العالم في الإصابة بهذا المرض. يعني لما يكون في 10 مليون أمريكي أصيبوا بهذا المرض، وفي بلد بتصرف حوالي 1.5 تريليون، 1.5 تريليون من 20 تريليون، يعني قصدي بتصرف كمية كبيرة جدا من الفلوس على الصحة والأبحاث والدراسات وكلام زي كده، فده بنسميه خلل قيادة. يعني هنا الخلل مش في القطاع الطبي بقدر، لأنه بمنتهى البساطة من البداية استخف بالمرض وسماه التشاينيز فلو أو الإنفلونزا الصيني، وقال إنها مؤامرة يعني إعلامية، وقال الناس ما يلبسوش الكمامات بالظبط كده، والناس ما يلبسوش الكمامات. يعني أنا عايز أقول لك، أنا ليا أصدقاء في أمريكا شافوا مرة الرئيس بتاعنا وشار في اجتماعات كذا كذا، فهم بيعلقوا بيقول لك هو أنتوا بتعملوا إيه؟ فبقول لهم ده اجتماع فعلا، مش يعني مش مثال، ده حاجة حصلت فعلا. فأنا حاططها كده على السوشيال ميديا وأقول لك هو إيه ده؟ فقلت لهم ده الرئيس والوزراء والمسؤولين وكلهم لابسين كمامات. انا عايز اقول لحضرتك، واحد امريكاني صديق رد عليا قال لي انتوا ريسبكت ساينس، يعني انتوا ناس بتحترموا العلم. طبعا انا مش عايز اطعن في ترامب عشان بيشي، بس عايز اقول يعني انه هذا الرجل لغايه ما اصيب بالمرض من حوالي اسبوعين وهو لا يتعامل مع الكمامه باعتبار انها شيء ضروري، بل انه بعض يعني ميتشل ماكونيل اللي هو رئيس الجمهوريين في مجلس الشيوخ ما كانش بيروح البيت الابيض، ومره بيسالوا ليه؟ قال لهم لانه البروتوكول بتاعهم في البيت الابيض انهيلثي. فهو الرجل كان على المستوى الشخصي مش مصدق ان في كورونا، وبالتالي البلد كلها مش مصدقه ان في كورونا وانصاره، فعمل المشكله مرتين، الاولى انه ما اهتمش بالمرض كمرض وبالتالي انتشر المرض، تاني حاجة لما اضطر انه يقفل او ابتدت الناس بقت المشكلة انه المرض زاد جدا والاقتصاد اتضرب جامد جدا، يعني في دول حلت مشكلة الصحة وواجهت مشكلة الاقتصاد، وفي دول حلت مشكلة الاقتصاد وواجهت مشكلة، لا هو واجهه الاثنين، فكان خلطة كبيرة. بس الحقيقة اللي انا هقول بقى الأمانة، ده اللي حسسني ان هذا الرجل يحفر قبره السياسي. طب انا هرجع لحياتك، معلش انا اسفة عشان لازم اروح واشنطن، وهرجع اعرف فعلا ايه الأخطاء
اللي ارتكبها ترامب واللي ارتكبتها حملة ترامب بخلاف التعامل مع ملف كورونا. احنا معانا كريم يسري من واشنطن، مراسلنا في واشنطن. مساء الخير واهلا بك يا كريم، وعايزين نعرف منك يعني النهارده بعد الاعلان عن فوز جو بايدن بالرئاسه في الولايات المتحده الامريكيه، ايه اهم مشاهداتك خلال اليوم منذ الاعلان عن ذلك؟ نعم ريهام، الصوره من خلفي تعبر بشكل كبير عن ما يحدث هنا في واشنطن. الالاف في محيط البيت الابيض يحتفلون بالرئيس السادس الامريكي للولايات المتحده بعد فوز جو بايدن منذ اكثر من 3 ساعات في ولايه بنسلفانيا ولايه نيفادا، ووصوله ب 93 صوتا في المجمع الانتخابي. اجواء صاخبه للغايه كما نراها من حولي هنا في الشوارع المحيطه بالبيت الابيض. واذ ما تحدثنا عن ان تلك الانتخابات تعتبر انتخابات تاريخيه بالولايات المتحده نظرا لنسبه المشاركه السياسيه هذا العام، ان كانت عن طريق المشاركه يوم الثالث من نوفمبر او ان كانت عن طريق المشاركه بعمليات التصويت عبر البريد، كان لها اثر السحر على فوز جو بايدن. اكيد جو بايدن تفضل في عدد كبير على مدار 45 يوم، على مدار الاشهر السابقه لعمليه التصويت يوم الثالث من نوفمبر، استقبل دونالد ترامب هذا الخبر، خبر فوز واعلان عدد من القنوات الامريكيه عن فوز جو بايدن، استقبله في منتجع للجولف في ولايه فيرجينيا المجاوره لواشنطن العاصمه. تمتد على بعد شوارع محيطه كثيره في البيت الابيض، الالاف يحتفلون بشكل صاخب للغايه هنا في واشنطن العاصمه، فرحه كبيره لان واشنطن كما تعلمين رهام هي واحده من اهم المدن الديمقراطيه التي تقيد الحزب الديمقراطي بالولايات المتحده، وصوتت لجو بايدن وصوتت من قبله لهيلاري كلينتون، ويعني نحاول على مدار اليوم التنقل بين شوارع العاصمه للظهور على الهواء نظرا لضعف الشبكات الهاتف بسبب ضغط ووجود الالاف من المواطنين في مكان ربما ليس بالكبير كما تلاحظين، هو فقط يعني شارع واحد امام البيت الابيض يتواجد به الالاف من المحيطين من انصار جو بايدن، وتحديدا كما يعني نلاحظ فرحه كبيره للغايه هنا في واشنطن، ربما تلك الفرحه تختلف كثيرا عما يحدث في نيفادا او جورجيا او كارولينا الشماليه او تلك الولايات او بنسلفانيا التي تجمع بها عدد من انصار دونالد ترامب على مدار اليومين الماضيين امام المراكز الخاصه بعمليات الفرز، واعترضوا كثيرا على استكمال عمليات الفرز، لكن اليوم كان يوم مشهود للغايه في الولايات المتحده ويوم فوز جو بايدن في الرئاسه الامريكيه ليصبح الرئيس 46 بعد ان حاول دخول الانتخابات الامريكيه مرتين، مره عام 1988 والمره الاخرى عام 2008، ولكنه لم ينجح باقناع الحزب الديمقراطي بالترشح للرئاسه. اليوم جو بايدن يحقق حلمه الذي استمر على بعد على مدار 47 عاما ماضيه، لاول مره كان جو بايدن هو عضو بمجلس الشيوخ الامريكي منذ 47 عاما بولايه دلاور، اليوم يحتفل جو بايدن من ولايه دلاور مقر حملات الانتخابيه بفوزه بالرئاسه بفارق كبير حقيقه عن دونالد ترامب. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا كريم يسري من واشنطن، وبالتاكيد هنكون موجودين معاك اذا كان هناك اي جديد. شكرا ليك يا كريم، شكرا ليك. هرجع لحضرتك، كنت هتكلمني دكتور معتز قبل ما نروح لكريم عن ايه ابرز الاخطاء اللي شايف ان هي وصلت بترامب الى هذه النقطه او الى هذا المكان، ابرز اخطاء ترامب وابرز اخطاء حملته كمان اذا كان موجود. هو الحقيقه هو اخطا خطا استراتيجي، انا اتصور كده. هو في الفتره دهيت، ولازم ده يكون واضح في اذهاننا، في حاجات من حاجات كتيره، عاده في فتره الحملات الانتخابيه لازم يبان من كل طرف من المتنافسين انهما يتبنيان سياسات مختلفه. فده يقول يمين انا اقول شمال، هو يقول شمال انا اقول يمين، بغض النظر عن التفاصيل. طبعا الحنكه بانك ما تقولش شمال قوي يعني ما تقولش. فهو اللي حصل؟ اللي حصل انه خرج اوباما ومن بعده بايدن، وطالب الامريكان لاسباب تتعلق بانه في احتمالات ان الكوفيد ينتشر، الكورونا تنتشر، انه ممكن يحصل اغلاق لعدد من مقار الاقتراع. فبعتوا بالبريد.
ابعتوا بالبريد. هي مساله مستقره في تاريخ امريكا يعني لا جديد فيها، كانت بتحصل بس مثلا احسن ايه 20,000 30,000. لكن هم لما طلبوا، ومن ناحيه ثانيه خرج ترامب من تقريبا مارس اللي فات وهو بيرفض تماما هذه المساله، فدي غلطه كبيره، لانك انت بتمنع عن مناصريك واحده من وسائل التعبير عن دعمهم ليك. فبقى المطلوب منهم انهم يروحوا بنفسهم. فلما في ظل انتشار وباء الكورونا يعني، فاحنا بالتالي في ناس كتير خايفه منه. صحيح. فيوم 3 نوفمبر ده اي حد يعني عيان او خايف انه عيان او سمع ان حد عيان، او عايز اقول لك حتى سيمبلي كده كان ايه عنده العجله فست، انا اسف يعني، او بيبي سيتنج، او لقى الطابور طويل، خلاص انا ما يعني عارف مش هروح، لانه انا كان قدامي فرصه لبضعه اشهر ان انا ادي صوتي بالبريد وما عملتوش. بس عايز اقول حاجه عشان الناس برضو ما تتخيلش انها مساله سهله كده ابعت جواب، لا، هي عامله في مصر شبه لما بنستلم الكريدت كارد مثلا او الديبت كارد من البنك، لا ده اجراءات ولازم تطلع البتاع بطاقتك ولازم تتسجل، يعني عايز اقول الموضوع مش سهل قوي كده لمجرد انك انت تقرر انك تدي صوتك بالبريد فتدي. فطبعا هنا دي غلطه كبيره، لانه شفنا في اخر يومين الحقيقه 3 ايام بعد من 3 نوفمبر بالليل لغايه النهارده، وهي الاصوات تذهب عبر البريد الى مراكز العد، ومراكز العد كل اكثر من 75% من الناس اللي ادت اصواتها بالبريد كانوا من انصار بايدن، وبالتالي اغلق ترامب على نفسه بابا هاما من ابواب التصويت لصالحه لمجرد انه عايز يخالف حمله بايدن واوباما، وباب مناسب للمرحله اللي هو فيها كمان. ده صحيح. ده يعني هو صحيح. مش مجرد باب مهم وخلاص، ده هو باب مناسب في الوقت ده. وعايز اقول لحضرتك ولهذا كل القضايا، بس هل هو ما كانش مدرك ده؟ هل حملته ما حدش نصحه بده انه ده وقت الناس بتطبق التباعد، وفي ناس ممكن تكون خايفه، وفي ناس كبيره في السن يعني ما هو الحقيقه نصح. هو الغريبه هو ده الجديد في الامر، ان هو الفترات قال له طب انت بتعمل كده، ما هو ده معناه ضمنا انه انصارك مش هيكون قدامهم غير طريقه واحده لمساندتك، انما الناحيه الثانيه في ثلاث طرق، اللي هو واحده منهم البريد، واحده منهم التصويت المبكر، انك تروح بنفسك على فكره قبل 3 نوفمبر، يعني مثلا ممكن تروح 1 نوفمبر 29 اكتوبر تروح صوتك برضو. لما هو صمم على انه كل انصاره يروح يوم 3 نوفمبر، فطبعا دي مشكله كبيره جدا طبعا. ومن ناحيه ثانيه طبعا زي ما حضرتك فعلا يعني انا عشت في امريكا فتره كافيه، انا كنت بروح اراقب يعني، كنت اشوف مثلا الطابور ممكن عايزه بتاع تلت ساعه قبل ما توصل جوه، فاللي بقى يعني فاضي، في ناس ممكن تقول لك لا طب اجي وقت تاني او ما اجيش، فغالبا اللي بيمشي ما بيرجعش. فطبعا لحد بعيد عشان كده لما رفع القضايا وابتدى يقول لمراكز الاقتراع انه مراكز الاقتراع بتزور ولا اخره، الناس ما صدقتوش. ما هو يعني هنثبت ازاي ان في تزوير اذا كان اللي جاي لنا هو استجابه من المواطنين الامريكيين لمطالب جاءت لهم من القائمين على إدارة الحملة الانتخابية؟ احنا صدقنا ان احنا ممكن نبعت بالبريد، طب انا غلطت في ايه؟ وازاي توصل في مرحلة انك انت تطالب بوقف عد هذه التذاكر التصويتية بالبريد لمجرد انها ضدك؟ يعني يجي مثلا في ولاية يقول لك لا وقفوا هنا، ويجي في ولاية يقول لك لا نعد هنا، ولاية تانية يقول لك نعيد العد هنا. فطبعا المحاكم قالت لك لا دي بوليتكس، ده سياسة وصراع بين متنافسين، ما هوش قانون ولا التزام لا بروحه ولا بنصه. طب شايف ازاي تهنئه الرئيس السيسي لبايدن فور الاعلان عن فوزه وهو الحقيقه اول رئيس عربي يهنئه؟ لا خلينا ابدا الاول بانه يعني احنا اذكى من ان احنا نخسر امريكا، وامريكا اذكى من انها تخسر مصر، ما فيش حد عاقل يخسر. يعني انا عايز اقول اللي بيعمل كده بيبقى عنده يعني مشكله ما في ادراكه لموازين القوى في العالم. امريكا دوله مهمه جدا واحنا دوله مهمه جدا، هي قوه عظمى طبعا، واحنا كمان قوه عظمى في منطقتنا فاحنا ما ينفعش يكون اللغه اللي بيننا لغه عداء او لغه صراع. اقصى حاجه نختلف في وجهات النظر، ندخل في شويه مناوشات مناورات ويعقبها مفاوضات لحل هذه المشاكل لو في مشاكل. ما اعتقدش انه بايدن يعني، انا بس عايز اقول حاجه حضرتك اشرت اليها في المقدمه بتاعتك، ما فيش اي شيء بيقول انه بايدن اخواني او بيدعم الاخوان أو ده دي اوهامهم اللي هم. وعايز اقول لحضرتك حاجه، بايدن هو الشخص يكاد يكون الوحيد في اداره اوباما في فتره 2011 اللي كان بيطالب بالابقاء على الرئيس حسني مبارك في السلطه ضد اراده اوباما. يعني بايدن بيسموه في امريكا مستر كومبرومايز، واحد بقاله يعني 50 سنه في الحياه العامه في امريكا، في الحياه السياسيه في امريكا، ما بيتمناش مواقف حاده الا في قضايا يعني داخليه امريكيه، انما بره لك انا اضحي بمبارك ليه؟ ده حليف تاريخي ليا. نوصل وقال كده ان نوصل لحل وسط، نساعد على حل وسط ما بين مبارك وبين الناس اللي في الشوارع.
ايه اللي حصل عشان بس الناس تبقى فاهمه ايه اللي حصل مع الاخوان؟ الاخوان قدموا انفسهم للعالم بما فيهم الامريكان انهم القوه الوحيده المنظمه التي تستطيع ان تسيطر على الحياه في مصر بعد 2011. الامريكان وكل العالم كان مستني نكلم مين عندكم، والمجلس العسكري انذاك وكان قرارا صائبا قرارا وطنيا لا يريد ان يزج بنفسه ولا باسمه في الصراع السياسي. شوفوا انتوا عايزين ايه كمصريين واختاروا واحنا هنساند هنساعد ونساند. فساعتها قدم الاخوان انفسهم على هذا النحو، كما السفاره الامريكيه بقى هنا وكلام زي كده، انما لم يكن بايدن يتعامل مع الاخوان ايديولوجيا باعتبار انهم كيان يستحق الدعم، هو كان كيان منظم، ولو كان في كيان منظم اخر ساعتها كان اغلب الظن تعامل معاه مش مع الاخوان. طيب هنروح للمحور ده ونتوسع فيه بشكل اكبر كمان، لانه مهم فعلا شكل العلاقه بين مصر وامريكا في ظل وجود بايدن في البيت الابيض. لكن الاول خلينا نتابع ونشوف مع الساده المشاهدين تهنئه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجو بايدن. يعني عايزين نكمل قراءة في هذه الجزئية لأن هي مهمة. الرئيس دكتور معتز أكد على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين. قولي قراءتك إيه يعني للعبارات اللي جاءت في هذه التهنئة؟ إحنا لنا مصالح معهم، هم لهم مصالح معنا. مصالحنا معهم واضحة جدا، إحنا عايزين الأمن، أمن الحدود والأمن يعني هي كلمة سيكيورتي كده الأمن. إحنا مصر ليست دولة متطلعة لأنها تلعب دور خارج حدود دورها إلا في حدود ما بتسمح به علاقتنا الصديقة مع الدول الصديقة، يعني مساندة عايزين منها، مساندة في السعودية، مساندة في ليبيا، مساندة، لكن إحنا ليسنا دولة توسعية ولا عدوانية. فإحنا عايزين أمن حدودنا بقدر ما الولايات المتحدة وأي دولة في العالم هتساعدنا في إن إحنا نضبط حدودنا الشرقية والجنوبية والغربية والشمالية وأمننا المائي. عشان كده فكرة الأمن دي مسألة في منتهى الأهمية، وعلى هذا احنا نقعد مع الامريكان زي ما بنقعد مع الاوروبيين زي ما بنقعد مع الصينيين، وتحترم سيادتنا وتحترم قرارنا منه. صحيح ده كل ده التاني بقى اللي هو الجزء التاني اللي هو الاستقرار الداخلي. الاستقرار الداخلي انا لا اقبل منك انك انت تملي علي اي شيء بالزبط. وغير مقبول بالمره من مصر انها تملي على الامريكان يعملوا ايه، ولا الاتراك. بالمناسبه ان اردوغان شايف لنا ان هو يختار لنا مين رئيسنا، وانا مش فاهم يعني جات له منين الجراه. اعتقد المصريين قاعدين مستنيين اردوغان يقول لنا ننتخب مين وما ننتخبش مين. انما الفكره هنا انه غير مقبول من اي دوله اجنبيه. في بقى مساحات يعني نقول ايه للنقاش، للاختلاف في وجهات النظر، طب ليه بتعملوا ده كده، طب ليه بتعملوا انتوا ده كده الى اخره. انما ما توصلش ابدا ان احنا نقبل انه الامريكان يتدخلوا في السياده المصريه. الحاجه الثالثه اللي هي الاقتصاد. الاقتصاد المصري اقتصاد صحيح متنوع وحققنا نجاحات في الفتره اللي فاتت، لكن في نفس الوقت احنا عارفين ان احنا بنحتاج استثمارات اجنبيه، محتاجين سياحه، محتاجين يعني في بعض الاحيان منح، في بعض الاحيان قروض الى اخره. فانت عايز الامريكان يقفوا معانا في مثل هذه الامور لما بنكون حاجة إليهم. هم في المقابل عايزين مصالح مننا، مش هدخل في تفاصيلها، إنما إحنا من الوعي إن إحنا مش عايزين ندخل في الصدام لا مع الأمريكان ولا مع الروس ولا مع غيرهم. فإذا عرفنا نوصل في كل المشاكل المعلقة بيننا، إذا كان في مشاكل مرة تانية نقول إنه أنا ما اتصورش إن بايدن جاي ويقول لك إيه انا هلغي اللي عمله ترامب وابدا من اول جديد. لا لا لا، مفيش حد بيعمل كده. مفيش سياسي في العالم، ولا ودي فكره المؤسسيه. انا مش مثلا راكب عربيه بتاعتي وانا حر فيها اروح واخدها لفف بيها واعمل، لا دي مش ما بتمشيش كده. دي دوله، دي دوله بالظبط، والدوله لها قواعد بتحكمها ولها مصالح ولها مؤسسات ولها ناس عندهم ذاكره مؤسسيه وبقالهم فتره طويله بيدرسوا تاريخ العلاقه بين الدولتين. عمر ما امريكا كانت لها مصالح مستقره في المنطقه اذا خسرت مصر، وعمر ما مصر بيكون لها. طبعا انا بشير تحديدا للفتره الناصريه. الفتره الناصريه هي فتره كلنا اتعلمنا منها احنا وهم، لان بالمناسبه احنا كنا طالبين منهم يمولوا السد العالي، وكان الغلط من عندهم انهم وقفوا تمويل السد العالي، فاحنا رحنا الناحيه الثانيه، رحنا الناحيه الثانيه دخلنا في حروب ومواجهات. فتره السادات هي اصلاح مسار، فتره مبارك استمرت زي ما هي وعلاقتنا بالامريكان اجمالا كانت جيده، الفتره الحاليه ستكون استمرارا لفترتي السادات ومبارك فيما يتعلق بالقضايا اللي مصر بترى فيها انه امريكا لها دور مهم في المنطقه. طب يبقى لو اتكلمنا عن خلينا نقول ايه متانه او قوة العلاقات المصرية الأمريكية على المستويات المختلفة سياسيا اقتصاديا عسكريا ودبلوماسيا، ممكن نوصفها بإيه؟ ممكن نقول عليها إيه؟ وهل هي فيها الأبس اند داونز زي ما بيقولوا كطبيعة علاقات طبعا. أي دول ببعضها، ولكن الحدود بتاعت الأبس والداونز بتوصل لغاية فين؟
العلاقات الاستراتيجيه اللي نشات من فتره رئيس السادات مع رئيس كارتر في الولايات المتحده الامريكيه فضلت بصفه عامه نقول يا بتصعد يا بيبقى فيها كده نقول ايه زي ما الطياره بيقول لك بتمر بمطبات هوائيه، بعض المطبات الهوائيه بتيجي بسبب نقص التواصل اكتر ما هي بسبب وجود مصالح متضاربه، عشان الصوره تكون واضحه امريكا اذكى مره ثانيه من انها تفقد مصر، ومصر اذكى من انها تفقد امريكا، احنا في النهايه بتبقى القضيه نتواصل مع بعض على المناطق اللي لازم تلك المنطقه المشتركه اللي احنا نقدر نحط فيها رجلينا احنا الاثنين ونتكلم فيها مع بعض. عمر مصر طلبت انها تدخل في صراع مع الولايات المتحده الامريكيه في فتره السادات ومبارك وحتى الان، لكن جينا في بعض الاحيان وجهنا بتحديات وكان مطلوب من الاداره المصريه انها تتخذ قراراتها ولا لازم ولا بوضوح فتره ما بعد 30 يونيو لحد بعيد كان في تخوف من الولايات المتحده الامريكيه تقول انقلاب، لا حتى اوباما بكل ما فيه من سيئات رفضت الاداره الامريكيه انها تستخدم وصف انقلاب، طبعا احنا كمصريين عارفين هو ما كانش انقلاب، بس قصدي هو كان هيشوفه ازاي؟ قال لك لا مش انقلاب، لانه لو كتب كلمه انقلاب وقال ان ده انقلاب كان هيعمل راي، يبقى ده يعمل شكل تاني كمان للعلاقه، ده بالظبط، لو اكتر من كده ده كان معناه انه القانون الامريكي هيطبق علينا على الدول التي فيها انقلابات، دي كان قطع علاقات دبلوماسية وقطع علاقات عسكرية وقطع علاقات اقتصادية، يعني كنا هنخش في خانة الدول اللي بيخرج شكل علاقات مختلفة، بل ربما كان ممكن ياخد موضوع لمجلس الأمن، يعني كان يدخل بقى في مجلس وانت دولة يعني إلى آخره، لكن في النهاية كل ده امتنع عنه أوباما بكل ما نقول عنه من سلبيات بس الصورة تكون واضحة، وكل ده برضو كان بايدن طرفا فيه حتى لا تفقد الولايات المتحدة الأمريكية مصر، لا سيما إنه برضو كانت الأمور واضحة إنه أصلا ungovernable، يعني ساعتها كانت واحدة من التعبيرات اللي اتقالت عن مصر في عهد الإخوان ungovernable غير قابله للحكم، مش عارفين يحكموها، الناس مش راضيه وفي الى اخره، فهو في الاخر قال لك طيب اذا كان ده اختيار المصريين فلنقبل به، صحيح الموضوع بقى خد وقت عبال ما يعني الامور اترممت تاني في عهد ترامب وبقت في وضع افضل، انما في حاجه بقى مهمه استجابه المصريين للتحديات اللي بتجي لهم من بره في منتهى الاهميه، يعني احنا في يوم من الايام الطيارات بتاعتنا كانت واقفه على الارض وكنا محتاجين قطع غيار وامريكا رفضت في عهد اوباما عشان برضه اقول الجانب الثاني، ومع ذلك اتخذ الرئيس او اتخذ وزير الدفاع ساعتها الرئيس السيسي اللي هو بعد كده الرئيس السيسي يعني حول الازمه الى فرصه، فرصه لتنويع مصادر السلاح المصري على نحو غير مسبوق في حياتنا في تاريخنا، بقينا بقى بنجيب من ما حدش كلمني بقى من يعني انا في رايي ان دي كان موقفا شديد الذكاء، طبعا شديد الوطنيه لكن شديد الذكاء من رئيس الدوله، انه يقول لك خلاص مش انت مش هتديني شكرا انا اروح لروسيا واروح لفرنسا واروح لايطاليا واروح لالمانيا واروح للصين الى اخره، ما هو وكل ما حد يكلمني يقول له طب اعمل ايه ما انا جيت اطلب منك انت رفضت، فكانت الرساله انه حتى رغم ان هم تبنوا بعض الموقف المتشدد ضد مصر متشدد العدائي بس احنا كمان نقول عدائي تجاهنا في الفتره ديت، ومع ذلك الموضوع قلب عندنا مزيدا من حرص المصريين على وطنهم ومزيدا من قدره الاداره المصريه على انها تحول الموقف لصالحها، عشان كده النهارده هم اتعلموا الدرس ده، اوعى تدخل معايا تاني في مناوره لان يعني لان انا هنجح في الاخر لان انا معايا اراده شعب ومعايا كمان قدره ما عندي العالم كله انا مش تابع ليك، يعني مصر ليست دوله تابعه للولايات المتحده الامريكيه ولن تكون، انما في مصالح مشتركه في مساحه للراي والتبادل في قضايا احنا بحاجه ان احنا نقعد نتكلم فيها مع بعض عشان يكون عندنا تصور مشترك، وحتى لو في خلافات وارد جدا ان تتحل بالحوار، انما فكره ان حد يملي رايه على حد مش هيحصل، فكره ان اخوان يرجعوا مستحيل لان دي مش اراده، ولا عايز اقول لحضرتك حاجه وزي ما يعني الرئيس السيسي مره قال لك هو انتوا فاكرين ده يعني ده رايي انا، هو مش راي شخص هو راي الشعب المصري وتستجيب له الدوله المصريه، فانا ما عنديش اي مخاوف من انه بايدن بذاته عنده موقف عدائي تجاه الدولة المصرية او يريد ان يتدخل على هذا النحو السافر في شؤون مصر، لكن برضو احنا علينا ان احنا نعمل الهوم وورك اللي علينا، ده موضوع تاني بقى انا مش هدخل فيه دلوقتي، بس الدولة المصرية مطالبة كذلك بانها تعرف انه الفترة اللي فاتت وده منطقي ده كان جزء من استراتيجية رئيس الدولة في كان بيسميها تثبيت اركان الدولة، كان الاعلام لحد بعيد موجه للداخل، الاحزاب موجهة للداخل، المجتمع المدني موجه للداخل، معظم الختام للداخل، احنا بنبني وعي بالمخاطر المحيطة بينا، بس النهاردة قد تكون علينا التزامات ان احنا نبتدي بقى نكلم الخارج. تمام، هنشوف بقى ايه المطلوب منا، وده ملف برضو مهم دكتور معتز، بس اسمحينا بقى نروح نيويورك لمراسلنا ياسر نور الدين نعرف منه كمان ردود الافعال عندك ايه ياسر بعد اعلان جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، اتفضل. في البداية اهلا بك يا استاذ ريهام وبضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين الكرام، الأوضاع حولي الآن، أقف الآن في مانهاتن في ميدان تايمز سكوير، هذا الميدان الكبير والعريق
احتفالات صاخبة، الناس في الشوارع، هذا الميدان مغلق، جميع المداخل والمخارج مغلقة في وجه السيارات، فقط يسمح للمحتفلين أن يأتوا في هذا الميدان ليحتفلوا. ترفع الأعلام وهناك شعارات كثيرة ولافتات ترفع، منها أنه يقولون لدونالد ترامب أوت، أنه يعني شماتة في أنه خسر هذه الانتخابات. هناك كثير من الأقوال، أو كما قال دونالد ترامب أنه سوف يبدأ من يوم الاثنين القادم، سوف يبدأ جولته القانونية وتقديم الدعاوي. ولكن دعني أقول لك أستاذ ريهام أن هذا الأمر لا أعتقد، بما شاهدته عيني الآن وأشاهده، لا أعتقد أن هذا الأمر سوف يأتي ثماره، وذلك لأن الشعب الأمريكي قد قال قولته، ويعني الأمور لا تسير أبدا في اتجاه دونالد ترامب. ترامب الآن في موقف لا يحسد عليه، قامت هاريس كما تشاهدين حضرتك يعني احتفالات رائعة، مجرد أنهم يعني يسمعون أو يشاهدون كاميرات تأتي يعني يأتون ويحتفلون ويرفعون علامات النصر. قد قام أحد المحتفلين أيضا بتسلق الإشارة الخاصة بالمرور، وجاءت سيارات الشرطة على الفور واقتادت هذا المتظاهر. كان هذا المتظاهر الأول أو المحتفل، دعنا نقول أو دعينا نقول أنه هو المحتفل الأول الذي اقتادته الشرطة بعيدا عن يعني بعد أن قيدته بعيدا عن مكان الاحتفال. لن يكون هذا الاحتفال أستاذ ريهام ساعة أو ساعتين، بل أعتقد أنه سوف يمتد لساعات. أكثر من رئيس عربي وأوروبي هنأ الرئيس المنتخب جو بايدن، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت هناك أصداء كبيرة، دونالد ترامب لم يبقي على أحد في ولايته إلا وهاجمه، وكان الإعلام له نصيب كبير من هذه المواجهة. فأقف الآن ويتنصل منه الكثيرين، وإن كان هناك يعني كثير من حزبه الجمهوري يقولون أنه حتى إذا خسر اليوم أن القوانين الأمريكية تسمح له بالترشح لمدة 4 سنوات قادمة. يعني القانون الأمريكي هنا يقول أنه من الجائز ويعني يسمح للمترشح أن يترشح 4 سنوات ثم 4 سنوات أخرى كما حدث مع باراك أوباما، أو 4 سنوات ثم يأتي رئيس آخر ثم له كل الحق أن يترشح مرة أخرى. ولكن أستاذ ريهام، فشل دونالد ترامب في جائحة كورونا وموت كثير من الشعب الأمريكي، كانت هذه القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون، وكما استغلها يعني بشكل كبير جدا جو بايدن وكل حملته الانتخابية. أشكرك شكرا جزيلا ياسر نور الدين مراسلنا من نيويورك، شكرا لك يا ياسر، وأكيد هنرجع لك تاني خلال اليوم. شكرا لك دكتور معتز. كنا بنتكلم عن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ظل وجود بايدن داخل البيت الأبيض، هل من الممكن يعني ردا على الكلام اللي بيتقال وانه العلاقات ممكن ان تتاثر بوجود جو بايدن والديمقراطيين في البيت الابيض، هل من الممكن فعلا انه العلاقات بين الدول وبعضها تتاثر بوجود في النهايه حتى وان كان رئيس لاكبر او يعني الدوله القوى العظمى في العالم، حتى وان كان هو هذا الرئيس الامريكي، لكن هل من الممكن تتاثر علاقه الدول ببعضها بوجود فرد في النهايه او شخص او تغيره، ولا الموضوع بيعود للمؤسسات زي ما كنا دايما قبل كده زمان بتقول؟ بس خلي اقول برضو ان دي موكب اللي احنا شايفينه على الشاشه، موكب ترامب وهو يعود الان لمقره في البيت الابيض. اتفضل يا دكتور. يعني هو في تاثير للشخص، بس هو ما هوش التاثير اللي ممكن يلغي دور المؤسسات. هو ممكن يعني يختلف جزئيه، ممكن يعبر تعبير مختلف، ممكن بالذات في الدول الراسخه في المؤسسيه. طبعا احنا يعني امريكا ما هياش مثلا، يعني في دول مش عايز اقول اسماء، بس في دول ممكن الشخص فعلا يفرق كتير. يعني ممكن الشخص يكون البلد ماشيه يمين واخدها شمال، لانه ما فيش راي عام قوي، ما فيش مؤسسات مجتمع مدني، ما فيش احزاب، ما فيش حياه سياسيه مستقره، ما فيش مؤسسيه. فالشخص اهم من المؤسسه.
انما الولايات المتحده الامريكيه الامر مختلف، يعني لا يمكن باي حال انه بايدن يبدا من الصفر، هو لازم هيبدا احنا وصلنا لفين. ودي هنا في حاجه بنسميها ايه، الانستتيوشنال ميموري، الذاكره المؤسسيه لكل جهه، البنتاجون احنا ايه علاقتنا بمصر، ايه علاقتنا بالعراق، ايه علاقتنا باسرائيل، وصلنا لفين، ناقص ايه، ليهم ايه عندنا، لينا ايه عندهم، وبيبدا من هنا. يعني هو مش يقول لك ايه لا الغي بقى البنتاجون ونرمي كل الحاجات دي في الشارع ونبدا من جديد، لا دي بتبقى عايزه بقى بلد حصل فيها ثوره ومثلا جه نظام ماركسي مكان النظام الديمقراطي اللي موجود في امريكا، ده ما حصلش. وتاني حاجه بايدن نفسه هو رجل يجيد فن الحلول الوسط، بارع، يعني مش مجرد ان هو راجل طيب، لا مش مساله طيبه، مساله ان هو يبحث عن الحلول. طب ليه نصعد، ليه ما نحلهاش بحل دبلوماسي؟ فهو مش الشخصية الصدامية اللي يحب يقول كلام غير منضبط أو أنه يعني يتخذ مواقف عنترية، لا هو أقرب إلى كارتر مثلا، أقرب إلى يعني علشان يفكر في أنه ياخد موقف حدي في قضية ما يبقى لازم مثلا في عشرات المحاولات في أنه يوصل لحل وسط فشلت. تالت حاجة، هو إيه اللي يستدعي أنه يعمل كده؟ يعني أصل مصر ليست دولة، يعني عارف عليك انا موافق مثلا لو كان صدام حسين بيحكم مصر هنغزو بقى اللي حوالينا وندمر ده وندخل في حرب مع ده لا، انما لا، احنا عندنا قياده عاقله حكيمه، واحنا في مواقف كان ممكن نستخدم فيها الاداه العسكريه ما استخدمناهاش وراعينا، ويعني حتى احنا في الدبلوماسيه بتاعتنا احنا مش بنمارس الدبلوماسيه بالمعنى التقليدي، لا ده احنا بنمارسها بالبراعه اللي بتكسب لنا المزيد من الاصدقاء وتبعد عننا الدائر. طب دي جزئيه مهمه، يعني دي جزئيه عايزك تركز لنا فيها دكتور معتز على محددات وثوابت العلاقات الخارجية المصرية في التعامل مع القوى فعلا الكبرى، يعني زي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، دول أوروبية، طبعا الاتحاد الأوروبي. عايزك تكلمنا عن ده خصوصا في ظل استراتيجية الرئيس السيسي خلال الست سنوات الأخيرة وفكرة أنه مصر مش معتمدة على علاقتها بدولة واحدة، بالعكس عندها تنوع في العلاقات. صحيح، هو نقطة البداية في نظرة القيادة السياسية المصرية لمصر. اولا مصر، وانا لازم نكون واضحين في ده والرئيس قال اكتر من مره، احنا مرينا بمطبات بسبب سوء ادارتنا علاقاتنا الخارجيه لفتره طويله، وتحديدا انا طبعا الرئيس السيسي ما بيقولهاش بس يعني انا املك اقولها لان انا ايه لو حد شتمني عادي، انما هو الرئيس السيسي مش عايز يدخل في الجدل بشان الفتره الناصريه، بس احنا فعلا في الفتره الناصريه احنا دخلنا في حروب ومغامرات خارجيه كلفتنا كتير اقتصاديا. قعدنا زي ما هو قال لك احنا قعدنا لغايه ما استردينا ارضنا من 67 ل 82 كل اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا يعني نسترد الارض. فيعني معاك قرشين هتشتري دبابه ولا تعمل مصنع؟ لا جيب الدبابه، ما هو عشان تسترد ارضك. بعد ما الامور استقرت نزل ابتدينا نشم نفسنا، فاحنا ما احناش دوله بتسعى للعدوان ولا بترى في يعني جزء من اهدافها انها تتخطى حدودها، لكن في نفس الوقت هي لديها من القوى العسكريه ومن الاستراتيجيه السياسيه ما يجعلها قادره على ان تدحض اي عدوان هيجي على حدودها. فانا دي مساحتي اهي، دي مساحتي الجغرافيه، لا اقبل ان حد يمس بيها، والعالم بيحترم ده واحنا بنحترم ده. اتنين، في حاجه اسمها القانون الدولي، مصر من اكتر دول العالم اللي بتحترم القانون الدولي لانه عادل، مش لانه يعني احنا بنحب، لا لانه هو في الاخر خلاص بيديك حقك، بيقول لك والله قدامك 200 ميل بحري في البحر المتوسط، هي دي منطقتك الاقتصاديه الخالصه، احفر بقى، بس احنا مش هنروح بعد ال 200 بخمس ست عشان ما ندخلش في مشاكل، احنا مش عايزين نعمل مشاكل، احنا عايزين نستفيد من اللي ربنا اداهولنا من مقدرات. نضيف لكده احنا من اكثر الدول بحثا عن حلول دبلوماسيه قانونيه لمشاكلنا مع الدول الاخرى، دخلنا مع اسرائيل اضطر، احنا من ايام السادات، واحنا مش من ايام السادات، احنا من ايام عبد الناصر واحنا بنقول لهم احنا عايزين نرجع ارضنا يا اسرائيل، لا اسرائيل تعنتت واعتبرت نفسها قوه عسكريه كبيره، يقول لك اضربوا دماغكم في الحيطه لغايه ما اضطريناهم في 73 ان هم يقعدوا على مائده التفاوض. احنا لغايه النهارده بنقول لاسرائيل لا تعتدوا علينا ولا احنا نعتدي عليكم، احنا هنحترم الحدود ما بيننا واحترم الاتفاق ما بيننا، وعلى هذا الاساس يبقى ده الحد الادنى. تيجي بقى الدول الكبرى تبص تقول لك طب هو مصر بتغلط في ايه؟ يعني عايز فين الغلطه؟ عندنا ملف ليبيا، جينا وقلنا جبنا الناس ممثلين قبائل الليبيه وقعدنا والرئيس قال لهم انتوا، ودي ذكاء جدا، دي حته يعني تحسب له جدا جدا جدا، لك يوم لو دخلت بدبابه او مدرعه هيكون عليها العلم الليبي جنب العلم المصري، وهتكونوا انتم القبائل شيوخ القبائل داخلين معانا، احنا مش قوات معتديه ولا عايزين منكم، احنا عايزين نحميكم وعايزين نساعدكم وعايزين نرجع لكم ارضكم، لان احنا مالناش مصلحه في ان انتم تكونوا في حرب ولا ان بلدكم تنقسم، فالمطلوب مننا احنا هنعمله. لما تيجي مثلا في ملف زي ملف سد النهضه، ما تاخد زي ما تاخد ما دام لسه، خد بالك هو طبعا المعيار بالنسبه الميه لسه بتتدفق، يعني احنا لغايه دلوقتي
انما انا مش هقبل حتى اشاره ترامب الغريبه يعني قالها بشكل يعني علني كده، مصر عايزه تضرب هتضرب السد مصر، لا ولا بنتكلم في الموضوع ده ولا حتى على المستوى الاعلامي. طبعا في شطحات بقى عند بعض الاشخاص، انما اجمالا نحن كدولة مصرية ملتزمون التزاما تاما بأن نتعامل مع علاقتنا مع أثيوبيا إن في نزاع مش صراع، نزاع يعني نزاع قانوني يتحل بالتفاوض، نلجأ للقانون الدولي، نلجأ لوسطاء، نلجأ لميديتورز، نلجأ لمساعي حميدة، إنما نحن لا نريد أن يصل الأمر. طب دولة تتغلطها في إيه؟ يعني قصدي هنا بقى لو أنا قررت إن أنا أتعنت مع مصر وأدور على أي حاجة أقول مصر غلطانة فيها، هتلاقي إن مصر لحد بعيد ملتزمة بالقانون الدولي، عارفة مصلحتها، مش بس كده، لا عارفة إنه لا ينبغي عليها إنها تتخطى الحدود المنطقية لدورها علشان ما ندخلش في مواجهات مع دول أخرى. طيب مصر النهاردة في 2020 مختلفة تماما عن مصر في 2011-2012 طبعا. يعني كان الوقت وقتها وقت 2011-2012 كانت خارجة من ثورة، وكانت الأمور طبعا غير مستقرة على الإطلاق، وكان الوضع الأمني برضو مش في أفضل حالاته، كان في لاعبين كتير موجودين على طبعا. الأرض وكان طبعا. في اختراق. هل في ظل التغير الكبير جدا في الوضع الآن في مصر وفي حالة الاستقرار على كافة المستويات مش بس أمنيا ولكن اقتصاديا وسياسيا وجوه مصر، هل من الممكن أن تستثمر مرة تانية أي إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية في جماعات التنظيمات الإرهابية زي الإخوان أو غيرها، يعني في ظل تغير الوضع على الأرض في مصر ممكن ده يتكرر؟ لا هو أصل الفترة دي كانت فترة الأربعة فيه فوضى وفراغ وفقر وفساد، فاللي هو الرئيس لخص قال لك لا دوله، يعني هو يعني كلمه واقعيه جدا، يعني اتخذ القرار. احنا فتره كانت المحافظين مش عارفين يروحوا دول المحافظه، القضاء المحكمه يعني متحصره، يعني فين الدوله؟ صح. فاذا كان افراد جهاز الدوله مش عارفين يروحوا المؤسسات بتاعه الدوله، مباني الدوله مش حتى المؤسسه، فطبعا تنتفي بقى فكره الدوله نفسها. وطبعا كان في رهان على ان ده يستمر الفتره، وبالتالي نوصل للسيناريو اللي كان يرضي بعض اعدائنا، وهو انه البلد فعلا تتحلل ويحصل فيها حاله من التفكك السياسي والمؤسسي. انما الوضع الراهن لا، هي دوله قويه. عندنا مشاكل طبعا، ما بقولش ان احنا يعني في وضع مثالي في كل حاجه، انما لا النهارده في رئيس، في برلمان، في احزاب، في مش بالضروره ان كل حاجه في مصر كما نحب لها ونستهدف لها انها توصل في مرحله لاحقه، انما الحد الادنى ان مصر يوجد فيها من الاستقرار، يوجد فيها دوله ذات سياده، يوجد فيها حكومه قادره على تضبط ايقاع العمل اليومي فيها، وقادره انها تحمي تبسط كامل سلطانها على كامل حدودها. ما دي مساله، دي كلمه كبيره، وهي الاكثر استقرارا في منطقتها كمان. ده يعني لا يمكن ان احنا نتخيل انه هذه المنطقه تكون تشهد استقرار في اي يوم في اي مرحله اذا مصر وقعت في الرمال المتحركه التي وقعت فيها دول اخرى. على هذا الاساس لا، انا اتصور انه يوم ما هيجي ملف مصر امام القياده السياسيه، طبعا لسه خد بالنا احنا قدامنا مثلا يعني من النهارده لغايه 20 يناير لما يحصل يسلم السلطه، وبعدين في الفتره دي هيكون بيعين بقى وزير خارجيه وبيجيب مساعدين ومساعد وزير خارجيه لشؤون الشرق الاوسط، ويبتدي تتفتح الملفات. احنا وصلنا فين؟ ليس من تقاليد الامريكان البراجماتيه يعني العقلاني المصلحنجي اللي بيدور على ما عندوش حاجه اسمها انا بحب مصر او بكره مصر، مفيش حاجه اسمها كده. لا، مصر دوله مهمه، مصر دوله في مصلحتي ان اكون علاقه طيبه معها، انا في مصلحتي ان انا طبعا بقى بيبقى يعني بتبقى المساله فين؟ طب نعمل ايه؟ مصر عايزه ايه مننا في الملف ده؟ طب ندي لها ايه؟ طب مقابل ايه ندي الى اخره؟ دي المناوشات والمناورات والمفاوضات السياسيه التقليديه، انما ما لا شك فيه ان مفيش حد بما فيهم بايدن هيكون عنده رغبه في انه يعود لبلد ممزقه زي ما كان الوضع عليه قبل 2013، بل بالعكس هيقول ما احسن فيه ترامب هو كذا وكذا وكذا ونبني عليه. ده انا بقول العقليه الامريكيه البراجماتيه ديت، يعني لو كانوا قفشوا مثلا ايمن الظواهري وكان معاه علاج لمرض مثلا كورونا، هياخدوا منه العلاج الاول ويتفقوا معاه على حقوق الملكيه ويديله فلوس وكل حاجه وبعدين يقتلوه عشان ارهاب. بمناسبه الارهابي ومناسبه المصلحجي، جماعه الاخوان الارهابيه معروف طبعا عنها دائما الاستقواء بالخارج وانه ما عندهاش حدود وطن وما عندهاش اي نوع الحقيقه من ثوابت وطنيه. طيب
وقوفهم يعني في صف التشجيع والتهليل لبايدن حتى قبل ظهور المؤشرات الأولية، شايفه إزاي دكتور معتز؟ هو بس عشان ما نلخبطش المسألة، بس حزب الديمقراطي في أمريكا هو حزب الأقليات في المقام الأول، بس الصورة تكون واضحة. يعني إيه؟ هتلاقي معظم اللاتينوز اللي هم جايين من أمريكا اللاتينية أقرب الحزب الديمقراطي منهم الحزب الجمهوري. الأفريكان أمريكانز معظمهم إلى آخره. المسلمين بقى عايز أقول لك، اليهود كمان، ما هو كل دي الأقليات حتى اليهود. يعني بس طبعا اليهود مختلفين شوية، اليهود سياسيا لا مع الحزبين، إنما اليهود الناس اللي ماشية في الشارع دي، اللي هو مثلا عنده مطعم ولا عنده شركة صغيرة ولا كلام زي كده، لا هو أقرب برضو لفكرة التعددية وفكرة إنه أمريكا بلد المهاجرين ومنفتح على الكل وكلام زي كده. فبصفة عامة، بصفة عامة مسلم وعرب وياباني وصيني وإيراني وأمريكا ينتمون بشكل أو بآخر للخطاب التعددي المتنوع، إن إحنا بنرحب بالجميع اللي بيتمناه الحزب الديمقراطي. يجي بقى إخواننا بتوع أو الخوان المسلمين أو خوان المسلمين زي ما كان بيقول عليهم الأستاذ العقاد، هم بيدوروا على حد يسمع لهم. فمرحلة ما بعد 2013 مختلفة، مش هيلاقي حد يسمع لهم، لا من دول ولا من دول. لا انت عايز تعيش في امريكا زيك زينا كده وانطبق، اقعد ما عندناش مشكلة، يعني احنا كحزب ديمقراطي ما عندناش مشكلة. انما انك كده تطلب مني انا كبيت ابيض ان انا اكون مخلب قط تحركني عشان اضرب بيه استقرار مصر او دول اخرى في الشرق الاوسط، لا ده مش هيحصل. فانا عايز اقول برضو الناس لا تقلق، انه طبعا هم بالنسبه لهم عندهم عداء مع اي حد لا يناصرهم سواء كان في مصر او في امريكا، فبالنسبه لهم ترامب بشكل او باخر هو الرجل اللي في الفتره الاربع سنين اللي فاتت يعني ادالهم ايه بيسموه يعني ما ادالهمش ودن، فهم شايفين ان اللي هيجي هيدلهم. لا بس انا عايز اقول لهم الخبر المزعج، انتوا كنتوا في قمتكم وكان اوباما في قوته وكان الشارع في حاله فوضى وثوره، ومع ذلك لا أوباما نفعكم ولا كان بايدن معنا نفعكم ولا الشعب المصري قرر خروجكم من الحياة السياسية. أنا بقول بقى عايزين أنتم كإخوان، وأنا بقول ده يعني ما أعرفش نصيحة ولا، تتخلوا عن السياسة وتتوبوا إلى الله وتستسمحوا الشعب المصري وتطلبوا من الشعب المصري العفو والغفران، والناس بقى المصريين يفكروا إذا كان بقى الفكرة الإخوانية دي لسه ليها وجود ولا ما لقاش وجود. يعني في الآخر تغسل، يحصل دي إخوانيزيشن في دماغكم، تنسى انك اخوان، عيش زينا بني ادم طبيعي. طبعا ناس تانية تقول لك ولا هيتغيروا، خلاص دي مشكلتهم بقى، يعني ما دام هو مش قادر انه ينسى انه اخوان خلاص هتفضل طول عمرك في عداء مع مصر والمصريين، مش عداء مع هم برضه يقول لك ايه لما يمشي السيسي الامور لا ملهاش علاقه. ما فعله الاخوان في مصر غير مسبوق. انا عايز اقول لحضرتك بس رساله عشان الناس، الوفد غير مسبوق وخلينا نقول كمان غير مغفور، خصوصا لما يكون في اهدرت، وخصوصا لما يكون طبعاً في اولاد يتيموا وزوجات وامهات بقوا مكلومين في ازواجهم وفي اسرهم، ده صحيح. فبالتالي هو كمان غير مخصوص. انا بس عايز اقول حاجه عشان هم مش مدركين كم الخطا الخيانه اللي عملوها فينا. حزب الوفد، حزب الاغلبيه قبل 52 حكم 3 سنين في فتره 30 سنه، كل مره كان الملك يحل البرلمان ويترك الوفد. عمر ما الوفد استخدم سلاح لا ضد الملك ولا ضد المصريين. الملك فاروق حتى لما حصلت ثوره ضده قال لك انا ما اوقعش مصري في موجه مصر، انا همشي. مبارك بكل بقى الناس بقى زعلت ولا ما زعلتش، الراجل في الاخر خالص تلك اقاليه، لكن قال لك لا لا انا مش هحكم مصر طبعا على حساب دماء المصري الى اخره. صح. انما الاخوان هم الوحيدون في حياه مصر المعاصره يا نحكمكم يا نقتلكم، بالظبط اللي وصل بيه الامر انه يعني حتى الواحد يفكر بالانسانيه. طب انت سايب شبابك، الشباب تبعك يموتوا ويموتوا، ثانيه واحده ده بيقول لهم ان هم يبقوا شهداء. طب يعني طب انا اضمنك ازاي دول بيدفعوهم للموت دفعا ولا الانتحار دفعا؟ بس انا هقول لحضرتك حاجتين كويسين في الموضوع. اولا الامريكان وصلت لهم الرساله، يعني عايز اقول الامريكان في الفتره اللي فاتت مش دلوقتي، يعني عايز اقول مفيش حد في سفارات الدول اللي بتقعد تتجسس علينا هم ازاي فاكر ان لسه الاخوان ممكن يرجعوا؟ يعني الموضوع لا معلش، هم الاخوان برضو عايزين يعني ننظر للجزئيه دي لان هي مثيره، ازاي قدروا ان هم يتلاعبوا بالراي العام الامريكي وبيتلاعبوا كمان بمفاهيم الديمقراطيه الامريكيه؟ ازاي عملوا ده؟ ما هو برضو لازم اقول لحضرتك حاجه، ان كان في اسطوره ظهرت بعد سنه 2000 الا وهي اسطوره النموذج الاردوغاني
الحاكم اللي له خلفيه محافظه، ما كانش بيقول على نفسه اسلامي ساعتها، خلفيه محافظه ما بين قوسين متدينه، ومع ذلك ما عندوش اي مشكله مع القيم الديمقراطيه والعلمانيه والليبراليه. اللي هو عايز اقول اول 10 سنين في حكم اردوغان ما كانش في مشاكل، يعني ما كانش في مشاكل كبيره لا معانا ولا مع العالم. هو مشكلته لما تصور نفسه انه امبراطور وانه يعني الخليفه بتاعت المسلمين وهيفرض سيطرته، فساعتها هذا النموذج كان ملهما مش بس للديمقراطيه عشان بس الناس ما تفهمش غلط، لا كمان كان للجمهوريين. خد بالكم فكر الشرق الاوسط الجديد والدفع من اجل الديمقراطيه دي حصلت مع بوش الابن، بعد ما كان تصوره انه لما يغزو العراق ودخلنا في حاجه اسمها نيشن بيلدينج اللي هو نبني دوله بقى، نبني امه على اسس جديده اللي هي اسس ديمقراطيه، وبمرور الوقت هيبقى دوله ديمقراطيه حليفه لينا. وكانت الثلاث امثال اللي في باله كوريا الجنوبيه واليابان والمانيا. ايوه بس العراق مش اي حاجه من دول، هو بقى فاهم دي القياس الخاطئ اللي ترتب عليه الكارثه اللي احنا فيها ديت. بس كانت البدايه مع الجمهوريين اللي عملوا الشرق الاوسط الجديد والديمقراطيه، وانه دول العالم غير الديمقراطيه معاديه لينا ودول العالم الديمقراطيه معانا، فبالتالي احنا من مصلحتنا ندعم الديمقراطيه. طبعا الديمقراطيه هتجيب لك اخوان يقول لك اه ما هو اردوغان اهو. فعايز اقول كان في لخبطه في فهمهم لعلاقه الاخوان بالديمقراطيه بالصداقه، لغايه ما اكتشفوا في الاخر لا، ان الاخوان المشكله مش في المصريين، المشكله في الاخوان، المشكله مش في الديمقراطيه، المشكله في الاخوان. الاخوان كيان لا يستطيع انه يفضل ملتزم بقيم الدوله اللي بيحكمها، لان هو شايف الدوله طز زي ما الراجل قال لك. اي دوله مش يعني طبعا هو ده قال على مصر، بس اي حد واحد يقول لك طز طز كذا ودوله كذا ودوله كذا، ان هو شايف ان في حاجه اسمها استاذيه العالم، وانه طب ما هي دي بتتناقض مع كل القيم بقى سواء الديمقراطيه او الليبراليه او الى اخره، قيم المدنيه، قيم انه في ناس في كتير قوي من الدول ديت اصلا مع في ناس غير مسلمه، وفي ناس مسلمه مش عايزه ترجع لعهد الخلافه. مش الخلافه، انا مش بنتقد، بس في ممارسات كانت باسم الدين في الدوله في دوله الخلافه كان ليس لها من الدين اي منطق. فعايز اقول احنا مش عايزين نرجع في استبداد جديد باسم الدين، لانه ده مرفوض عند قطاع واسع من الناس. طيب 2011 شهدت يعني اعلى مراحل استقواء بالخارج عند الاخوان ودعم اداره اوباما ليهم، قول لي فعلا كلمنا عن ازاي ساعدت اداره اوباما الاخوان للوصول للحكم في مصر. اداره اوباما كانت عندها معضله، الا وهي انه دول العالم كلها بشكل او باخر وصلت للديمقراطيه، يعني كلمه الربيع العربي والكلام ده كلمه سبرينج اتقالت على اوروبا الشرقيه في مرحله بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي سنه 90، ابتدت عدد من الدول في اوروبا الشرقيه تتبنى النموذج الغربي سواء راسماليه في الاقتصاد او الليبراليه في الثقافه او ديمقراطيه في السياسه. وفي فتره لاحقه تبنت دول امريكا اللاتينيه حاجه شبه برضو الديمقراطيه الغربيه الى اخره، طبعا مع اختلافات. فجت الفكره قالت لك الله، طب والله دي فكره كويسه، ما يمكن يكون جت دور على الديمقراطيه العربيه انه يحصل فيه تحول ديمقراطي وكلام زي كده. فجت اداره اوباما، انا اتصور يعني بعض الناس تقول لك كانوا سذج، لكن انا رايي لا، ان كان فيه طبعا اجنده يعني. طب وليه ما يكونش ليا انا حلفاء جدد؟ انا اصنع امريكا يعني مش هو اوباما، اصنع حلفاء جدد ليا في المنطقه بتقويه اللي بيسموها ايه الاندر دوجز اللي هم يعني الناس اللي تحت الارض، قويهم يطلعوا ويبقى ولاهم ليا. زي كده تجيبي حد مثلا ما كانش ليه اي حيثيه في الدنيا وتدي له صلاحيات تقول انت معايا فيبقى تابع ليك. فاقول لك انا هخلق في هذه الدول هوامش تابعه للمركز، يبقى المركز واشنطن وتبقى مصر تابعه لهذا الهامش ومعاه بقى بقيه الدول الثانيه. ففعلا ابتدى يدي لهم هذه المساحه، وابتدى يقول لمبارك ناو يعني ناو الى اخره، وابتدى. وهنا دي حاجه انا طبعا الرئيس السيسي قالها بوضوح، قال لك كنا بنتلقى يوميا اتصال تليفوني من حد في امريكا بيقول لنا اعملوا ما تعملوش وشيلوا وحطوا ولا اخره. ليه؟ هو يعني كرجل وطني غيور على بلده. زي بقى بس عشان الناس تبقى فاهمه، زي ما انت كده اجي انا في بيتك واقول لك انت تعمل كده، انت شيل التلاجه، انت واقف في النقط يا ابني ده بيتي انا، انت ايه. فهو نفس المعنى طبعا، انك انت حاسس انه سياده الدوله، ان مصر تحولت لدوله مستباحه. رجعنا بقى لعهد اسماعيل وسعيد اللي هو ايه الانجليز والفرنساويين هيتحكموا فينا ويعملوا وشيلوا وحطوا الى اخره، لانه مش باين قدامهم لا قياده قويه ولا راي عام مستقر ولا توجه قوي نحو الحفاظ على استقلال الدولة المصرية. فلما هم لقوا هذه الفوضى اوباما والناس ابتدى يتدخل وابتدى يعني يملي شروط، والسفاره الامريكيه في مصر في القاهره تحولت الى يعني نقول كانها المندوب السامي الامريكي اللي بيدور شؤون مصر والمصريين، وقال لك احنا اخترنا الاخوان او احنا اخترنا ان الاخوان يكونوا جزء من المشهد ولو فازوا هندعمهم.
والحقيقه يعني انا مش هدخل في تفاصيل اكتر من كده، انما كان الموضوع فج في بعض تفاصيله، انما اراده المصريين كانت ماشيه في سكه تانية. طب انت هتعمل ايه يعني؟ انت كامريكا يعني امريكا راضيه عن الاخوان؟ طب احنا مش راضيين، هو انتوا بتحكمنا احنا؟ يعني احنا مش مفعول به ولا مفعول مطلق، احنا نحن فاعلون. امتى بقى تحول المصريون في عيون الامريكان والغرب من مفعول به او مفعول لاجله او مفعول مطلق لفاعل مش نائب عن الفاعل؟ فاعل هو يوم 30 يونيو 2013 في هذه اللحظه. لا خلاص وقف بقى، قال لك طب يعني هذه الارقام اللي نزلت الشارع معقول يكون كلها يعني خارجه كده على سبيل المجامله؟ لا، في اراده حقيقيه للمصريين تشكلت بان هذا الفصيل لا. بس ابدا بحاجه، لا ينبغي ان يحكم، ما قلناش ان يمحى، ودي موسى والرئيس بتاعنا قالها وانا فاكر كويس جدا، دعي الاخوان لحضور اجتماع 3 يوليو، تعالوا ديروا المشهد، لو لسه فيكم من وطنيه تعالوا ديروا المشهد. وعايز اقول لك يعني طبعا الرئيس السيسي قالك انا ما استشرتش حد، وده صح لان دي كانت استجابه لرأي الشعب، انما اداره المشهد بعد 3 يوليو كان ينبغي ان احنا نعرف العالم اللي بيحصل عشان ما تجيش تلومونا. احنا طلبنا من حد من الاخوان يجي يقول مش عايزين خناق، مش عايزين دم، مش عايزين ان احنا ندخل في صراعات، انما كانوا من الخيانه ومن الاستهتار بالدم المصري لدرجه انه بقوا بيدخلوا في حرب معانا احنا وفي مشهد غير مسبوق. يعني لا تتخيل العقليه المصريه باي حال ان يكون هناك مصري راغب في ان يقتل مصريا من اجل السلطه. يا عم سلطه ايه ده، احنا متعلمينها كلها زيله وكلها يعني احنا المصري العادي يا عم خليها على الله صح. انما احنا نتخيل ان هو يوصل لمرحله انه يعمل منصه وانه يقول يدعو للارهاب ضد المصريين، لا كل صحيح. الكلام ده كان جديدا علينا وهو في ذاكرتنا ولن يمحى. محاولاتهم مستميته لفكره الاستقواء بالخارج يا دكتور معتز. نعم. قول لي سر ده ايه؟ يعني ده منذ البدايات الحقيقه مش حاجه جديده عليهم. هو بيتعامل مع السلطة باعتبار أنها هدف هادف، فهو عشان يوصل لها للأسف بطريقة ماكيافيلية. يعني احنا عندنا في ماكيافيلية الغاية تبرر الوسيلة. آه مهما كان يعني نقول ايه، نقول يعني المفروض أخلاقيا لو درس الناس فلسفة بنقول ان نبل الغاية لابد انه ينعكس على نبل الوسيله. يعني ما تجيش تقول لي انا علشان احقق السلام يبقى مثلا اقتل شعب كامل، ما ينفعش. لما هو الحقيقه هما ما عندهمش المساله دي، هو بيتعامل مع الامور بمنطق انه ايا ما كانت الغايه فاي وسيله هي مبرره، حتى لو كانت هذه الوسيله هو اللي بيعملها. وانا عايز اقول حاجه، وانا بقولها الحد الفاصل في تقديري وبالتالي تقدير المصريين حتى لو مش هيقولوها يعني، بين الوطني وغير الوطني هو استقواء غير الوطني اللي هو الخائن باجنبي ضد مصري. يعني انا بقول لحضرتك انا درست تاريخ مصر كلنا يعني بدرجات متفاوته، بس يعني بحكم التخصص الواحد يقرا اكتر شويه. في تاريخ مصر انا لا اعتقد ان حاكما يوصف بانه خائن الا توفيق ومرسي. ليه؟ ما يجمعهما الاستقواء بالخارج. الفكره انه ممكن يعني الراجل عمل توفيق عمل ايه؟ راح جاب الانجليز عشان يحارب عرابي. يعني شوف حضرتك الموضوع بالنسبه له مش مهم، عشان اقضي على عرابي اجيب الانجليز. وفضلنا قعدنا 72 سنه تحت حكم اجنبي لا لشيء انه واحد عشان يحافظ على الكرسي بتاعه مستعد انه يعني يجيب اجانب يجلب الاستعمار. ونفس الكلام هو الثاني، بس الثاني كان يعني كان بيستعين بالاتراك، كان بيستعين بالقطريين، كان بيستعين بالامريكان. وكان المقولات الشهيره يعني اللي ممكن تتكتب كده بكلمات من نور عشان نفهم الاخوان، يقول لك الامريكان مش هيسمحوا لكم. يعني هو كانت الرساله اللي بيخوف بيها المصريين صحيح. ان انتوا تخرجوا علينا يعني لا الامريكان مش هيسمحوا لكم. ايه الامريكان مش هيسمحوا لكم؟ يعني دي رساله دعار الحقيقه انه حد يكون رئيس لدوله ويقول جمله زي دي. ما هو دي برضو رساله تانية، ان هو مش شايف نفسه رئيس لدوله، هو شايف نفسه انه موظف. موظف بالظبط كده، مكتب الارشاد. هو يعني هي دي بالظبط، هو ممثل وموظف عند الخارج كمان. هو موظف في مكتب الارشاد لخدمه الاخوان، ومكتب الإرشاد نفسه. أنا مش عايز بقى أوسع الموضوع، يعني ما الذي جلبه الإخوان في أي بلد مصر أو غيرها إلا الفتنة صح. إلا الانقسامات. يعني عايز أقول ما هو إيه إحنا مش يعني الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ده حديث يعني ده آية قرآنية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام. طب فرقوا دينهم، ما هو ده يعني احنا النهارده انت اخواني ولا انت سلفي ولا انت مش يعني المفروض المسلمين يكونوا اخوه، يكون بينهم ما فيش بينهم انخلافات بينيه، احنا كنا ديننا واحد ورب واحد ونبي واحد ولا انما لا احنا بقينا جوه الانقسام في انقسام. وبعدين الناس طب ده رسالتها ايه؟ رساله انك حقيقه لم تخدم الاسلام بل انت اضررت به، رغم ان انت يعني انت بتستخدم اساليب غير اسلاميه
بزعمك لخدمه الاسلام فينتهي بك الحال. هنشوف في ضرر رهيب جدا. انا في يوم من الايام كتبت مقاله اسمها خطر الاسلاميين على الاسلام، والله العظيم هذا ما حدث بالظبط. هي كانت مقاله في جريده الوطن، ساعتها بقول يا اخوانا انتم من ساعه ما وصلتوا للسلطه والبلد بقى في حاله فتنه. الناس يعني بقى المتدين حتى لو مش ملوش في السياسه خالص بقى ذو نظره ريبه، والواحد يخش مصلحه حكوميه يقول لك ادي دول اخوانجيه ايه اللي انتوا عملتوه؟ ايه الفتنه اللي موجوده في البلد؟ اتصل بيا خيرت الشاطر. قال لي لا تكن معولا من معاول مش عارف ايه العلمانيين على الاسلام، انا مش فيك من كل الكلام ده على الاسلام. بقول له هو ايه الاسلام؟ احنا. قلت له لا انت خيرت الشاطر، انت مواطن، انت مالك انت؟ يعني انت صورت نفسك ان انت الاسلام. طب ما هو دي اصلا في حد ذاتها باب فتنه رهيب جدا في اي مجتمع. طب انا راجل ازهري ومش اخوان، عايز اقول لك لا يا اخي. ايوه بالظبط. ومين اللي قال لك؟ هو انت بتتكلم؟ عايز اقول لك ما انتش عاجبني. لا هو لا يقبل هذا. ما هو عشان كده يعني بصي حضرتك انا هقول حاجه ويعني ربنا سبحانه وتعالى بقى يعني انا بقول حكم، يعني انا مش بتكلم باسم ربنا طبعا ولا باسم القدر، بس بقول قدر الله فينا وفيهم ان هم ما قعدوش اكتر من سنه، لان هم لو كانوا طولوا شويه يا كانت البلد دي هتقع، يا كانت البلد دي كلها تبقى اخوان، يعني كانت هتقع بمعنى ان احنا هننهار هندخل في احتراب اهلي، مش هيبقى حرب اهليه بالمعنى يعني مش زي سوريا كده واليمن وكده، لا مش هيوصل لكده، بس هتبقى في حاله عدم انضباط رهيب، وكل وناس كارهه بعضها ودم في كل مكان واحساس بانه المستقبل مظلم وممكن ناس تتقتل وناس يعني كانت خمس ست سبع سنين من الدمار لغايه ما في الاخر خالص هيستقر له بالحكم شاء الله بقى. يعني عشان كده انا مش عايز اقعد ابالغ واقول يعني جيشنا والكلام، طبعا مش محتاج مني يعني ان انا اقول قد ايه هو جيش وطني ومخلص، انما شاء الله ان شويه الناس دول شويه الرجاله دول لا يتاخونوا ولا تسلفنوا ولا بقى وفد ولا بقى، هم ما بيعرفوش غير مصر وخدمه مصر، والحمد لله ان هم كانوا موجودين ولا يزالون موجودين، وربنا يخليهم لينا عشان نفضل نحافظ على استقرار هذه البلد وقدرتها على انها تواجه التحديات اللي امامها. طيب بمناسبه الكلام عن خيره الشاطر بقى والكوادر الاخوانيه، عايزين نشوف العرض كمان التالي اللي بيوضح دور واحد من هذه القيادات الاخوانيه وهو صلاح سلطان ونجله الارهابي محمد سلطان اللي كنا شفنا جزء منه وهو بيتكلم في الفيلم القصير اللي فات. خلينا نشوف دورهم في تنفيذ عمليات إرهابية في مصر ونكمل حوارنا بعد كده. طيب شفنا طبعا هذا العرض وشفنا يعني تابعنا كيف استخدم صلاح سلطان هذا الإرهابي يعني عدد من المؤسسات التعليمية التابعة للإخوان لتفريغ كوادر جديدة من الإرهابيين الجدد. قول لي قراءتك لده إيه وللي احنا تابعنا في هذا العرض. خلينا نقول الإخوان بيستخدموا الفكرة الإسلامية بطريقة لا تخدم الإسلام انما هي بتخدمهم هم. عارف حضرتك لما انا اجي كده باسم مصر الم تبرعات واخد اصرفها على نفسي،
هو نفس الفكرة، أنا باسم الإسلام أنا هعمل مؤسسات دينية علشان الناس تيجي تتعلم عندي. هو الحقيقة سبوا بقى يعني في الآخر خلاص فلوس وشفنا بقى ناس كتيرة بتدعي واللي يعمل أشرطة واللي يعمل كتب ولا هو بعالم ولا هو عنده قدرة على إن هو ينقل الناس من الظلام إلى النور، إنما بيعمل عكس من النور إلى الظلام. هي الحقيقة لازم ننتقد أنفسنا شوية، ولازم أقول ده مش على مصر تحديدا بس العالم الإسلامي كله، فتحوا لهم مساحات ما كان ينبغي أن تفتح. عشان كده التنمية مش بس مش لمحاربة الفقر، كمان لمحاربة التطرف، لمحاربة أمثال هؤلاء. فاكر لما كنت بدخل الجامعة كنت بشوف كتائب، بسموه كتائب الإخوان، كان يجي يوزعوا كتب وأجندات وحاجات كده، بياخدوا فلوس عشان يجذبوا لهم أنصار. والشباب اللي جاي جديد مثلا من مناطق الريفية ما يعرفش هو فين القاعة الفلانية، يقعدوا يديلهم وكذا وكذا وكذا. طب واحنا دي حاجة عايزة يعني عبقرية، ما احنا ممكن أي حد تاني يعملها. يعني عايز أقول هم يستغلون أي فجوة أو أي ثغرة في أي مجال، سواء كان صحة، كان تعليم، كان حتى مجالات خدمات عادية، علشان يفرضوا يعني وجودهم فيه. طبعا هو مش بيقول انا اخوان، لا هو بيقول لك ايه، كي تكون كلمه الله العليا. فطبعا مين عايز كلمه الله ما تبقاش العليا؟ فانت تنخدع. يعني هي دي المعضله هنا. هؤلاء بقى انتشروا في الغرب، وطبعا تحت الغرب عنده ما يعرفش اكاذبهم. يعني بالنسبه له لك حريه راي، حريه تعبير، حريه تجمع، من حقهم زيهم زي غيرهم ولا اخره، لغايه ما ابتدوا ينكوا بنارهم. لما عامل زي جاب تعبان صغير فجايبه ايه عشان ابنه يلعب معاه كده، كمان كبر راح هابش ابنه قال لك لا يا رب انا جبت نفسي مصيبه. عشان كده لما الرئيس بتاعنا وقف في الامم المتحده وقال يا جوان اخواننا، يعني ما نضحكش على بعض، في فرق بين الفكر المعتدل اللي بيؤدي لازدهار الامم وتقدم المجتمعات، وفي الفكر المتطرف اللي نهايته قطعا عنف وارهاب. طب انت عايز ايه من ده؟ ليه بتحط؟ عشان كده لابد ان احنا يكون في ميثاق عالمي لمحاربه الارهاب، مش محاربه الارهاب يعني الراجل معاه قنبله. ما هو اللي معاه قنبله ده احسبه من 3 4 سنين، ده كان شاب عادي جدا قرا كتب معينه وافكار معينه، ابتدى الصوره تسود في وشه ويشوف المجتمعات دي كلها لازم تتقتل وتتذبح وتتدمر. طب مين اللي بيقوي دول؟ ومين اللي بيديلهم، مين اللي بيديلهم فلوس؟ ومين اللي بيديلهم الكتب؟ ومين ومين ومين؟ حط دي على بعضها تكتشف انه شجره الارهاب لا تنمو الا في غابه التطرف. فده هو اللي بيدعم ده. عايز توقف ده، عايز توقف الارهاب، يبقى لازم ان من الاول تواجه التطرف. طبعا يعني لاسباب مختلفه ما لسه ما وصلناش للنقطه اللي احنا عايزينها، انما لابد ان يكون هناك تحالف للمعتدلين من كل الاديان في مواجهه المتطرفين من كل الاديان. هو ده الحل الوحيد اللي يعني عباره اخرى مش المسيحيين في مواجهه المسلمين، لا، المتطرفون داخل المسيحية لابد أن يواجهوا بالمعتدلين من داخل المسيحية. أنا بتكلم في المجتمعات الغربية مثلا. يعني بعبارة أخرى ما تجيش تقولي أصلهم مسلمين نمشيهم، لا، المسلمين في الغرب لازم يعيشوا في الغرب، المعتدلون منهم يعيشوا زيهم زي بقية الناس، المعتدلون من كل الأطراف يعيشوا مع بعض، أما المتطرفون فلابد من مواجهتهم. هو دي الرسالة اللي بتواجهنا. أمثال هؤلاء منتشرين ليه؟ عندهم معاهد ومساجد وعندهم مراكز دراسات وعندهم معاهد تدريس وإلى آخره، لكن يدرسون فيها التطرف. فيطلع التطرف ده يقلب، هو بس ناقص له إنه يتحول من فكر لسلوك. ازاي؟ هقوم بلا حطها في مترو ينفجر، اقول لك طب مين اللي عمل ده؟ اقول لك والله الطالب ده كان جاي من الحته الفلانيه، ده درس في المكان الفلاني، واخد دبلومه مش عارف في الدراسات الاسلاميه. ما هو اني اسلام؟ ما هو اسلام اسامه بن لادن ده هي حرب الجميع ضد الجميع. تعليقك ايه بعد ما تابعنا هذا الفيديو دكتور معتز عن يعني شكل العلاقات الامريكيه التركيه او انعكاسات فوز بايدن على تركيا هيكون عامل ازاي في الفتره اللي جايه، وكمان فكره انه النظام التركي بيداري او يحاول ان هو يغطي على رعبه من فوز بايدن بحديثه وهجومه على القاده العرب؟ الحقيقه المقاربه التركيه الامريكيه او فهم العلاقه الامريكيه هيخليني بالضروره اتكلم عن مصر شويه بس عشان الناس تعرف. تمام. بالمقارنه نعرف انت عندك الاردوغاز، انا بسميه اردوغاز بحب، هو بيحب الغاز وبدور عليه، فهو رجل مستعد ان يدخل في عداءات مع كل حد. يعني انا دلوقتي انا بفكر انا مش بايدن بس حد يعني على الاقل بحل الموقف، هذا رجل تقريبا في عداء مع كل الدول المحيطه به. يعني سواء بنتكلم على ارمينيا، بنتكلم على اليونان، بنتكلم على روسيا، بنتكلم على العراق، بنتكلم على 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 سوريا الى اخره. المفروض ان هو عضو في حلف النيتو، لكن هو لا يحترم قرارات اغلبيه قيادات حلف النيتو. بيأمل ان هو ينضم للاتحاد الاوروبي ولكنه في عداء شديد مع الاتحاد الاوروبي. تقريبا كل دول الشرق الاوسط عندها مشاكل معاه بدءا من اسرائيل ووصولا للدول العربيه يعني اكثرها اعتدالا.
طب تيجي بعد المشهد ده كله ويروح قايل انا على فكره عايز اجيب سلاح اسمه كذا اللي هو الاس 400 هجيبه من روسيا حتى لو امريكا حذرت، مع انه ترامب حذره شخصيا وبومبيو اللي هو كان وزير الخارجيه حذره شخصيا، ومع ذلك ضرب بكلامي مع عرض الحائط. يا 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 أردوغاز ما تحطش قوات ليك في سوريا خارج مساحه محدده، هو مش ملتزم باي حاجه. فهو بمنتهى البساطه بايدن في المقطع اللي حضراتكم عرضوه بيقول احنا امام روج، يعني واحد يعني ارعن، واحد رئيس دوله ما بيلتزمش بحد ولا خايف من حد، هو حتى ولا حط قواعد. هو معترض على جرائم النظام التركي ضد الاكراد ضد المعارضه ضد رجال النظام السابق اللي اتهمهم بالخيانه كمان. فهو بيتعامل معاه على انه شخص مش عنده مشكله، يعني هو ممكن بس تكون مشاكل امريكا معانا هي مشكله الاخوان مثلا، نفترض حتى لو كان ده مش حقيقي على فكره، بايدن مش ولا هتشغله موضوع الاخوان ده يعني واحد على ألف، انما حتى لو دي مشكله واحده، انما هو الناحيه الثانيه هو الراجل التركي ده يعني انت ما فيش دوله ما عندكش مشاكل معاها. كانه الرساله ايه؟ كانه الرساله، وهو ده قالها بايدن، قالك لابد ان يدفع الثمن، عمره ما قال على مصر تدفع الثمن. مصر من وجهه نظر امريكا في هذه اللحظه هي دوله مستقره نجحت في انها تفعل ارادتها وحولت هذه الاراده لوضع مستقر على الارض. بالنسبه له بقى اردوغان هذا رجل بدا ديمقراطيا وانتهى بديكتاتوريه شديده جدا يمارسها داخل بلده بدرجات عاليه جدا داخل شعبه بالذات مع الاكراد، ويضرب بعرض الحائط مصالح الدول المحيطه به. ايه الرساله؟ لابد من انه اذا كان عنده ولو ربعه مشكله مع مصر فهو عنده 40 مشكله مع تركيا. وعلى هذا الاساس هتلاقي الاعلام التركي فتره طويله كان يؤيد ترامب على وجود مشاكل بين ترامب واردوغان، لانه كان ساعتها ترامب لحد بعيد بيفوت يقول لك انا مش هدخل نفسي انا مشغول بامريكا من الداخل. ترامب ايسوليشنست، يعني انعزالي، مش فارقه معايا ايه اللي بيحصل في الدنيا، انا قضيتي الميد ويست مش الميدل ايست، عارف الميد ويست اللي هو المنطقه في امريكا يعني ويسكونسن وميشيغان واوهايو دي اهم بالنسبه لي من اللي بيحصل في الميدل ايست. انما بايدن لا، هو من المدرسه الامريكيه الكلاسيكيه، انا طرف مباشر، انا دوله شرق اوسطيه امريكا يعني، انا دوله صحيح مش جغرافيا انما انا دوله شرق اوسطيه بالمصالح، انا ليا لابد ان اكون طرف، لابد انه ما افاجئش، ما حدش مش بقاش انا اخر من يعلم، لازم لو بتتخذوا قرارات مهمه لازم اكون على علم بيها عشان انسق معاك، وفي بعض الاحيان هيكون كمان بنصحك. وبالمناسبه انا لازم اقول لي كمان، امريكا في مواقف كثيره حتى فيما ليه علاقه بالحرب على الارهاب كانت بتساندنا، كانت بتساندنا وكانت بتدينا معلومات وتقول لنا كذا وخدوا بالكم من كذا وكذا. ليه؟ لان دي مصلحتنا المشتركه، مش مصلحه مصر على حساب لا، لانه انا لو ما حاربتش الارهاب عندي هيجيله، انا لو ما حاربتش الارهاب مصر ما بقتش دوله مستقره، هنبقى احنا منبع للارهاب زي ما يعني غزه وسوريا بقت مرتع للارهابيين اللي الى اخره. فانا بس عايز اقول انه بالنسبه ل اردوغان وصول بايدن للسلطه خبر مزعج، وهنشوف تردي في هذه العلاقات في الفترة القادمة إن لم تعدل تركيا من توجهاتها في السياسة الخارجية، ولو أن أنا أشك تماما أنها تعدل هذه السياسة لأنها يعني توغلت بأكثر ما تستطيع في مناطق كثيرة. تمام، حياتك شرفتنا ونورتنا. أنا بشكرك جدا دكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والإعلامي، طبعا أنا بشكرك وتحليل ممتاز كالعادة. شكرا لحضرتك. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مواصلين مع حضراتكم تغطيتنا المستمرة على إكسترا نيوز، خليكم معنا.